كما أكد الدكتور عادل عبد الصادق الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن قانون حرية تداول المعلومات هو استحقاق دستوري يهدف للتصدي لفوضى المعلومات. في الحقيقة أن قانون حرية تداول المعلومات رغم من تأخره كثيرا في مصر، إلا أنه هناك إرادة، ثمت هناك إرادة سياسية وهناك وعي لدى كافة القوى السياسية التي كانت حريصة بالفعل للمشاركة والإدلاء بدلوها في سبيل الخروج بهذا القانون إلى النور، لأننا كما نعلم الآن أصبحنا في عصر المعلومات وعصر المعرفة، وأن تبني مصر لقانون تداول المعلومات هو أمر مهم للغاية، لأنه يحاول أن ينقل المجتمع المصري إلى عصر المعرفة ثم عصر الحكمة فيما يعرف بهرم المعرفة. وبالتالي القانون هو ليس مجرد قانون، ولكنها ثقافة ومرحلة مهمة من مراحل تطور المجتمع المصري، يجب أن الجميع يشارك فيها بحيادية. وفي الحقيقة كان هناك الجميع يناقش هذا القانون على أرضية وطنية، وأنا مدرك تماما للمحددات والضوابط، وفي نفس الوقت مدرك لأهمية الانفتاح وأهمية الوصول إلى هذا القانون إلى النور.